قولوا الفيزياء صعبة وامتحانها من أصعب المواد، وأنا بقول لك إنه الفيزياء ثقيلة وبدها واحد ثقيل. وعشان هيك صار لابد إنه نطرح مكثف من العيار الثقيل، مكثف جيل 2004. وضعنا الآن لمساته الأخيرة وهو ما يقارب الآن على الانتهاء، فاللي ما بلش يستعد ويبلش. هذا المكثف اللي ما راح أحكي لك عنه ناري وخرافي وخارق إلى العادة، هو مكثف يغطي ويلملم كل أجزاء المادة بإذن الله. مكثفنا بيحتوي على 350 سؤال شامل للمادة، بالإضافة إلى حل أسئلة الوزارة في السنوات الماضية اللي كانت تيجي في نمط الضع دائرة، والإضافة نوعية اللي هي حل أسئلة منصة درسك. فهيك بصفي إنه إحنا جمعنا أكبر قدر ممكن من الأسئلة، وهذا أنا كل شيء بحتاج إني أروح فيه على الامتحان حتى أكون مطمن وأجيب العلامة اللي بترضيني وأنا بتمناها بإذن الله تعالى. وإحنا في موقع وتد التعليم، وأنا شخصياً الأستاذ مراد الغرابلي لن أتنازل إلا عن العلامة الكاملة بإذن الله تعالى. فخليك ثقيل وكون مع الثقيل مراد الغرابلي. وتد، طريقك للنجاح.